المطار في الوقت ده، هي عندها عقاب شرس جدا للي يقف في سكتها، بس العقاب ده صلاح بيقدر يعني هي يعمله. هي يعني اخر ما ممكن اخر ما زهقت جدا من الضابط وقالت له ان انت والله لو ما صفرتنيش انا هشكلكوا هنا مكان. وانا قعدله كده والله العظيم يا دكتور، فضلت قاعده له كده، قالت له اهو تحب اشكلك هنا شك. فاللي حصل قوم بقى قوم اللي حصل قوم عشان انا اللي حصل في الموضوع ده، انا عجبني قوي رد فعل الضابط ده حقيقي والله، ده حقيقي ان هو فضل عنده ضبط نفس عالي جدا وتعامل مع الموضوع باحترافيه، ايا كان بقى هي بقى معاها واسطه معهاش واسطه، السلوك اللي هو عمله كان صح جدا. بس ده لفت انتباهي لحاجه، ان احنا كنا بنتعامل غلط، احنا لما نزلنا في المظاهرات في الثوره اتعاملنا غلط مع الداخليه، احنا قعدنا نقول مش عارف الشعب يريد اسقاط النظام وبتاع، لا كان لازم الشعب يريد اسقاط النظام والا هنشكل هنشكلكوا هنا، هو يمشي والا نشك دلوقتي واحنا قاعدين. ده كان دي كانت حاجات مهمه. وبعدين قعدت اقول الفكره دي جت لها منين، يعني فكره ان انا اهدد واحد ان انا اعمل حاجه زي كده فيعديني، دي بنت لذينه قوي. اكتشفت ان كان قبلها بيومين بالظبط لقوا حمار في المطار. لقوا حمار، مش واحد غبي فبنقول له حمار، لا لقوا حمار حقيقي، حمار واقف في المطار وبعدين معدي من كل البوابات تقريبا، اتمسك عن الجوازات، معهوش باسبور او نسي، عدى من الثغره الامنيه كل حاجه، وجه عند الجوازات معهوش الباسبور رجعوه تقريبا حاجه زي كده. وبعدين انا قعدت اتخيل طب الحمار ده عايز يمشي ليه هو كمان، يعني الحمار جه عند المطار عايز يمشي ليه؟ حاجه من الاثنين، يا اما عليه احكام ممكن متراقب، بس هو لو الجدع وقعد كان خد براءه، يعني لو كان قاعد ما كانش جري. ليه حمار عايز يمشي من البلد دي؟ ليه؟ فهو يا اما احكام يا اما ظروف المعيشه. خد بالك برضه البرسيم غالي. وخد بالك ان الحمير زينا عندهم بنزين برسيم 80 وبرسيم 90، مش سهل. وممكن يبقى واحد عندهم طلع قال مثلا ما ينفعش ابن الحمار يبقى حصاه في يوم من الايام، يفضل جحش زي ما هو. ما في، فواضح ان هم عندهم عنصريه برضه في الموضوع. شكرا يا دكتور، ربنا يخليك. هو الحمار كان عايز يهرب ليه صحيح؟ والله تخيل انا ورا في الموضوع كده، ده الحمار كان طالع على المطار عايز يسافر، عايز يمشي عايز يمشي يا باشا، زهق يعني. الحمار فاهم ان المطار هيسفروه. طبعا، امال هو راح هناك ليه؟ يعني صدفه او غلطه؟ احنا مستحملين اللي الحمير مش مستحملاه. والله الله يبارك لك، عايز اصلا. او ممكن تبقى حبيبته مثلا مشيت مع كلب او حاجه، يعني عملت حاجه خيانه فزهق فيئس، زي الزرافه اللي انتحرت في جنينه الحيوانات عشان نفس الحمار؟ لا، الزرافه انتحرت عشان زهقت من العيال بتلعبها في البتاع، فهو برضه زهق قال بدل ما ينتحر لا يمشي يروح بلد بتحترم الحمير.